بعض الناس يا شيخ تكبيرة الإحرام يرفع اليدين حول السرة أو فوق السرة قليل، يضعها يعني، لا رفع اليدين عند نعم. تكبيرة الإحرام نعم، يعني لا يرفعها إلى المنكبين، إلى المنكبين أو نعم. حدود، فهل رفع اليدين يكون صحيح؟ هذا الرفع الذي ذكرت ليس رفعا مشروعا، بل هو عبث ينهى عنه، لأن الرفع المشروع إما إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، وما تقاصر عن ذلك فهو قصور عن السنة فينهى عنه، ويقال إما أن ترفع كاملا وإما أن تتركه.